بصي هذه هي المواكل ديالتنا اليوم، كنتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم ديروا اللايك وبارطاجيو مع العائله ومع الاحباب وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال رحمه بينال. بداو معايا المراحل من البدايه حتى النهايه وفرجه ممتعه. مرحبا بكم في القناه ديالي كيليان مينيدا ميكانا. اليوم غادي نصاوب معكم ساندويتش او بوكاديو، كل واحد واش كيسميه. عندي هنايا جوج همبورغيسات، شعلت على المقله، غندير شويه الزيت شي شويه وغنقرصهم هما شي شويه بالميكا ديالهم. وحده غنديرها باش تقد بنات المقله، وحده غنديرها دايره وغادي نديرها شويه طويله باش تقد بنات المقله. من بعد ما سخنت عندي المقله وهذه هي اللي غادي طويله حيت هي اصلا كتجمع صافي. دابا نخليهم يطيبو، دابا غنقطع مطيشة دواور نحيد عاد القلب ديالها مغفولة هذا الشيء اللي كيكون تعليمنا ما نقطعش رقيقه بزاف. انا كيعجبني ندير بوكاديو هي الزريعة في الآخر ونقطع بالشفافة هي الواو ندير تقريبا غير دوك الرقاقين اللي شويه رقاق هنا.
راح حتى الزوج نتاعو هذاك اليوم على الغدا. هذا هو الطبق ديالنا اللي درت اليوم، درت غير الكفته البوكاديو، وهذا هو عامر، شوفوا كيفاش جا، وهذا درته في الطبسيل.